القضاء الإداري في صفقة كويسة جدا، وهي إنه ألغى مثلا حظر الناشط قضية الانتخابات الرئاسية سنة تزويد الانتخابات الرئاسية سنة 2012 على القوانين اللي هي بقى تقف عائق قدام كل الحاجات الكويسة اللي ممكن مثلا تساعدنا على تقليل حجم النشر، يعني مثلا بتحديد مدة معينة للحجر، بتوفير إمكانيات قانونية للطعن على قرارات الحظر الناس. وبس أنا أسيب الكلمة للأستاذ خالد البلشي مجددا. كفلتها المواثيق الدولية وكمسات الجامعة الجمعية العامة للأمم المتحدة 1946، الدساتير المصرية كافة منذ الدستور المصري 1970 بتكفل حرية تداول المعلومات. الدستور الحالي يكفل حرية تداول المعلومات، هناك دستور جديد وهو الدستور هو أبو القوانين. القوانين تأتي مكملة للدستور، نصوص تشريعية مكملة للدستور، وهناك بنية تشريعية مكملة للدستور جاري صياغتها، منها الهيئات الإعلامية المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. من المفترض أن يكون هناك قانون حرية تداول المعلومات يجب أن نتمسك به ونعمل على صدور هذا القانون. نقاط الصحفيين في دور إعداد صياغة البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي، سواء قانون نقابة الصحفيين أو القانون المنظور الآن، ولنا اعتراضات كبيرة عليه.